بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. بفضل الله تم تشكيل لواء التوحيد لحلب وريفها لتوحيد الكتائب والعمل العسكري تحت لواء التوحيد. وبفضل الله تم ضم لواء دارة عزة وقبطان الجبل ولواء أحرار الشمال وكتائب الشهداء في حلب، وكثير من الكتائب سيذكر اسمها. الهدف من هذا التشكيل العمل العسكري المنظم وبشكل جماعي، ويد الله مع الجماعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الهدف الأول لهذا اللواء إسقاط هذا النظام الظالم. الهدف الثاني حماية المدنيين والأملاك العامة والخاصة، حماية أهل حلب بعد سقوط هذا النظام بإذن الله عز وجل. الهدف الرابع محاسبة كل من يعتدي على المدنيين. الهدف الخامس مساعدة كل من يريد أن ينشق عن هذه العصابة الآثمة. وأقول لإخواننا في سوريا، في حمص وحماة ودرعا ودير الزور، شهر رمضان، شهر النصر، شهر التوحيد، شهر النصر قادم، وبإذن الله وبإذن الله سننتصر في رمضان كما انتصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، في سبيل الله
الكتابة المسلحة في الجيش الحر في مدينة حلب وريفها في لواء واحد وهو لواء التوحيد 18/7/12.